شروق الشمس دن صوت المنبه في أحد منازل أشهر الجراحين، فهم ليستعد ليوم آخر من العمل، فخرج متوجها إلى مركبته. حاول مرات عديدة تشغيلها، ولكن يبدو أن المحاولات باءت بالفشل. وصادف في هذه اللحظات خروج جاره من منزله، فطلب الطبيب المساعدة من جاره، وبدون تفكير رفضه الجار لتأخره عن موعده. بعد فترة من الزمن مرض الجار مرضا شديدا، فنقل إلى المشفى في جراحة مستعجلة. عند استيقاظه أدرك أن الطبيب الذي أنقذ حياته هو طبيبنا الذي رفض مساعدته في أحد الأيام، فشعر الجار بالخجل وقدم أسفه وشعوره بالندم للطبيب. في النهاية ساعد من يحتاج المساعدة، فربما تحتاجها يوما.